عنا عدة خيارات لتحميل برنامج الريفت. الخيار الأول هو الريفت Student Version. الأوتو ديسك بتتيح للطلاب إنهم يحملوا البرنامج بشكل مجاني. كل ما على الطالب هو إنه يقدم صورة من بطاقته الجامعية أو أي إثبات من الجامعة إنه هو طالب. لو ما كنت طالب فالخيار التالي هو إنك تشتري البرنامج، وطبعا هذا الخيار مكلف نوعا ما. في خيار بديل وهو الريفت LT، وهو نسخة غير كاملة من برنامج الريفت، في عليها تقييد لبعض المزايا، وبتكون غالبا هالنسخة مناسبة للمعماريين لكنها رخيصة مقارنة بالنسخة الكاملة. ورح أترك لكم رابط للمقارنة بين الريفت LT والريفت بأسفل الشاشة. أما الخيار الأخير فهو أنه تكتفي بال 30 يوم اللي بيعطيها الريفت للتجريب. هذا الخيار مناسب للأشخاص اللي بدهم يتعلموا أساسيات البرنامج وبشكل سريع. طبعاً ما رح ناقش خيار النسخة المكركة لأنه خيار غير شرعي. طبعاً بالتأكيد لشخص عم يتعلم هالبرنامج وبده ياخد وقته، أكيد الأنسب هو الخيار الأول، لذلك أنا بنصح فيه. وللمعلومية من تجارب أشخاص بعرفهم قدروا يحصلوا على هالنسخة عن طريق أقارب إلهم طلاب جامعات، حتى لو ما كانت جامعات هندسية قدروا يحملوا عن طريقهم هالنسخة، وبعض الأشخاص كانوا خريجين وقدموا بطاقاتهم الجامعية وأيضا قدروا يحصلوا على هالنسخة. فخلينا الآن نحكي عن تحميل هالنسخة ومتطلباتها. لتحميل النسخة التعليمية من برنامج ريفت ولمعرفة المتطلبات الخاصة بهذا البرنامج، ندخل على جوجل، نكتب ريفت Education، ثم ندخل على الرابط. الآن لمعرفة الريكوايرمنتس، في عنا System Requirements حندخل عليها. منلاحظ البرنامج، طبعا احنا حنختار ريفت 2021. منلاحظ البرنامج مقسم إلى ثلاث فئات: استخدام بسيط، استخدام متوسط، واستخدام احترافي. أنا حدخل على البالانسد اللي هي يعني استخدام متوسط، اللي هو الواحد اليوزر الاحتيادي بيستخدم البرنامج لموديلينج، لأمور ما لها فيها تفاصيل كبيرة جدا ولا هي بسيطة جدا. فهذا هو اللي أنا دائما برجحه. أهم شيء نطلع عليه هو الميموري. الميموري يكون عنا 16 جيجا رام. هلأ 8 هل ما بيزبط؟ 8 ممكن يشتغل، أنا اشتغلت على 8 جيجا رام، لكن عشان تكون مرتاح 16 جيجا رام. طبعا في كمان إذا كان 32 أحسن وأحسن، لكن يعني متطلب كبير جدا بشوفه أنا. هذا يعني برشحه بس للأشخاص اللي بيفوتوا بمشاريع مساحتها كبيرة وفيها تفاصيل كتير وكل شيء منذج فيها بدرجة عالية، فبرجح لل 32، لكن 16 كافية ووافية. الشيء الثاني مطلع عليه هو الأوبريشن سيستم. لازم يكون عندك 64 بت ويندوز 10، تمام. وكمان نطلع على السي بي يو. هلأ هون كاتبين انه اي سيريز، اي اي سيريز، يعني ما بهمك كم الكور، كور اي 3، كور اي 4، كور اي 5، كور اي 7، بس اللي بهمك اكثر، كل ما كانت الميجا هيرتز اكبر كل ما كانت افضل، تمام. كل ما كانت سبيد اكبر كل ما كان الاداء افضل. هاي هي باختصار الريكوايرمنتس اللي بتهمنا بالريفت. اي لابتوب فيه هالريكوايرمنتس هاي بيحقق لنا المطلوب وبنقدر نشتغل. الان ندخل على التحميل البرنامج. الان لو كان عندك حساب مع اوتوديسك تضغط تعمل ساين ان تدخل على حسابك. اذا ما كان عندك راح تعمل كرييت اكاونت. انا راح اعمل كرييت اكاونت، وتختار الكونتري اللي انت درست فيها، مثلا سعودي عربيا، وتختار الادوكيشنال رول، هل انت طالب ولا ادوكيتر بدك تدرب البرنامج. فانت بالعادة كونك عم تستخدم البرنامج كطالب تحط student، بتحط الانستيتيوشن تايب اليونيفرسيتي مثلا، ومتى تاريخ ولادتك. مثلا راح ادخل اي تاريخ ولادة واختار next. الان تتدخل اسمك وتتدخل last name، الايميل، وكونفيرم للايميل والباسورد، وتختار اي اجري على الرولز والتيرمز، ونختار كرييت اكاونت، وبتنتظر الرساله اللي راح توصلك وبتضغط على الرابط لتفعيل الحساب. من ثم
بنعمل ساين ان بالحساب اللي كنا سجلنا فيه. انا حدخل الايميل واختار نيكست، دخلت الباسورد ومن ثم حختار ساين ان وحختار ستاي ساينينج ان. الان حختار النسخه اللي هي ريفيت 2021 الاوبريشن سيستم ويندوز 64 باللانجويج انجلش طبعا، ومنلاحظ اعطاني سيريال نمبر وبرودكت كي حستخدمهم في التحميل. طبعا النسخه صالحه لسنه من الاستخدام. طبعا الريفيت كان يسمح بثلاث سنوات من الاستخدام للنسخه التعليميه، لكن مؤخرا خلوا النسخه صالحه فقط لسنه واحده. الان لتحميل البرنامج حنزل على انستول ناو، بس ما راح اضغط على انستول ناو وانما حضغط على هذا السهم واختار براوزر داونلود. الان راح يتم التحميل. طبعا كان بامكاننا نضغط على انستول ناو، لكن وجدنا من الخبره انه احيانا عم تطلع مشاكل بالتنصيب زي ما شايفين بهي الصوره، لذلك يفضل دائما نضغط على براوزر داونلود. ننتظر ليحمل كامل الملف. الآن بعد انتهاء التحميل حختار الفايل، حختار show in folder، ولاحظ انه عندي هذا الجزء السادس من اصل 6، بالتالي انا لازم احمل باقي الملفات. كيف حننزلها؟ حرجع على الصفحة وبنلاحظ هنا عندي في اشياء تم اغلاقها، اختار واختار الاجزاء الباقية المتبقية، خليني احملهم واحد واحد. تمام، وبعد انتهاء تحميل كافة الملفات حبدأ بتنصيب البرنامج بالضغط على أول ملف بهذه القائمة. حختار وين أنا عايز أعمل إكستراكت وأنتظر التحميل. وعند اكتمال فك الضغط سيفتح برنامج الريفت للتحميل. حنختار إنستول، ومن ثم حنضغط على I accept next، والآن نختار الخيارات المناسبة لنا. مثلا بهمنا الـ US Base Families اللي هي فيها الـ Imperial والـ US Metric، فعليا ما بهمني هدول الخيارين الاثنين، بالتالي حانتقل لموضوع الـ Installation Path وين حنزله. أنا بالنسبة لي بفضل دائما أنزله على الـ D، وحختار Install وأقوم بالانتظار. والآن بعد انتهاء التحميل حختار Launch Now. الآن حختار Enter a Serial Number واختار Select، ثم تضغط على I Agree كونك موافق على Privacy Statement وتختار Activate. الآن حندخل Serial Number اللي حصلنا عليه من الصفحة اللي كانت وقت التحميل، أو بنرجع على الإيميل وننسخ وبنلصق السيريال نمبر ثم نختار Next. الآن بيتم عملية الأكتيفيتينج، وبهالشكل بنكون حصلنا على النسخة لمدة سنة.